إذ يقول وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل وقصدوا الملك الكامل ونزلوا مقابله بينهما خليج من النيل يسمى بحر أشموم وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر المسلمين وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار المصرية. وأما الأشراف فإنه سار حتى وصل مصر فلما سمع أخوه الكامل بقربه منهم توجه إليه فلقيه واستبشر هو وسائر المسلمين باجتماعهما لعل الله يحدث بذلك نصرا وظفرا. وأما الملك المعظم صاحب دمشق فإنه سار أيضا إلى ديار مصر وقصد دمياط ظنا منه أن أخويه وعسكريهما قد نازلوها وقيل بل أخبر في الطريق أن الفرنج قد توجهوا إلى دمياط فسابقهم إليها ليلقاهم من بين أيديهم وأخواه من خلفهم والله أعلم. يقول ولما اجتمع الأشرف بالكامل استقر الأمر بينهما على التقدم إلى خليج من النيل يعرف ببحر المحلة فتقدموا إليه فقاتلوا الفرنج وازدادوا قربا وتقدمت شواني المسلمين من النيل هذه السفن القوارب الحربية الزوارق الحربية القطع الحربية البحرية وقاتلوا شواني الفرنج فأخذوا منها 3 قطع بمن فيها من الرجال وما فيها من الأموال والسلاح ففرح المسلمون بذلك واستبشروا وتفائلوا وقويت نفوسهم واستطالوا على عدوهم. هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح وبدل المسلمون لهم التفت جيدا خربوا البيت المقدس. لاحظ الآن ماذا يريدون أن يفعلوا. يقول هذا يجري والرسل مترددة بينهم في تقرير قاعدة الصلح وبذل المسلمون لهم تسليم البيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبل واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج بالساحل وقد تقدم ذكرهما عدا الكرك ليسلموا دمياط. أقول أعطوا دمياط بخيانة وغدر أعطوا دمياط وسلموها للفرنج بخيانة وغدر وهزيمة والآن وبكل سهولة وبدون أي حساب للناس وللتاريخ وللشرع وبدون أي حرمة للمقدسات وبكل صغار وذلة وهوان يتنازلون عن البيت المقدس. فأين المقدسات وأين أولى القبلتين وثالث الحرمين وأين لا تشد الرحال إلا إلى بيت المقدس وأين الفاتح البطل الناصر محرر القدس صلاح الدين الذي نسيتم حتى قوميته الكردية وموطنه في بلاد فارس في أذربيجان وصرتم تتغنون بانتصاراته وفتوحاته على أنه قائد عربي من العراق أين ذهب كل ذلك والآن يريد سلاطين الدولة الأيوبية المقدسة تسليم بيت المقدس إلى الفرنج أين ذهب كل ذلك. ومن هنا قلت لكم أنه لا حرم لهم للمقدسات أصلا بل هم أول من انتهك المقدسات بانتهاك حرمة المسلمين وقتلهم في صراعات مالية وسلطوية مع ثبوت أن حرمة المؤمن أقدس عند الله من البيت الحرام والمسجد النبوي فضلا عن المسجد الأقصى. ولا يفوتنا ما ذكره ابن الأثير نفسه عن تحرير المسجد الأقصى لما أشار إلى
إلى غرض من الأغراض لما أشار إلى غرض إسكات الناس التي تذم صلاح الدين وسلاطينه وعساكره بأنهم يقاتلون المسلمين وتركوا مقاتلة الفرنج وتركوا البيت المقدس محتلا بأيدي الفرنج. وذكر أيضا أن تحرير البيت المقدس فيه سمعة حسنة، وذكر أنه توجد أمور أخرى دفعت لتحرير البيت المقدس. يكمل ابن الأثير يقول: فلم يرضوا وطلبوا 300,000 دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بها. لاحظ الفرنج لم يرضوا بذلك، بإبدال دمياط بكل تلك البلاد، وإنما قالوا: ما دمتم قد خربتم القدس فأعطونا 300,000 دينار عوضا عن تخريب القدس. فلم يتم بينهم أمر، لم يحصل اتفاق، وقالوا لابد من الكرك. أقول لم يرضى الفرنج بذلك، فإلى أي مستوى من الذلة والهوان الذي وصل إليه المسلمون بسبب العادل وأبناء العادل، فيتنازعون فيما بينهم ويتنازلون عن أقدس المقدسات والفرنج يرفضون، بل ويطلبون المبالغ المالية الضخمة لبناء بيت المقدس الذي هدمه وخربه ابن الملك العادل الملك السلطان الأيوبي، منتهكا أقدس المقدسات بفعل عبثي لا يقدم عليه أعداء الإسلام.